جزئية مهمة جدا. سألت واحد تقول بقول لك ايه، قال لي قلت له انتوا هتطبخوها يا بيه، قال لي قلت له انتوا هتطبخوها، مش هتحترموا الرأي العام، هتطبخوا الموضوع ومحدش هيبقى في الاخر، هيطلع المرحوم هو اللي عليه الحق. قال لي اول حاجة كلامك وشكوكك طبيعية عند اي انسان طبيعي، ان احنا ممكن نطبخها او نعملها وكلام من. قلت له الناس من الوزارة وزتنا في دقيقنا ونلم الموضوع ونلم الدور. قال لي اول حاجة، قال لي مستندات هذه القضية غير قابلة للعبث وغير قابلة للتلاعب وغير قابلة لأي شيء. قلت له ليه غير قابلة؟ يعني ورق، يعني الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، وظبط التظابيط وأفشخ الأفشخانات، ومش مهم إيه اللي يحصل ولا إيه اللي يجري ولا إن الراجل اللي مد حقه يضيع ولا أي حاجة. قال لي أول حاجة ماشي، إن مستندات هذه القضية تحديدا تحديدا ماشي لا يمكن التلاعب بها. قلت له ليه؟ قال لي إنها موجودة في المحكمة العسكرية أو في النيابة العسكرية، يعني كل الكلام اللي هيتقال لازم يكون موثق، لازم يكون في تأكيد عليه، لازم يكون معروف، ما فيش مستند جديد. قلت له أهم المستندات، قال لي تصريح سفر اللي صدر للسفر مع البعثة إلى ليبيريا من القوات المسلحة، غير القرار الوزاري اللي صدر بعد كده اللي هو المد له 3 أشهر، غير محاولة وزارة الشباب والرياضة انها تجيب له قرار تصريح سفر من الجيش، تأشيرة الأمانة العامة للقوات المسلحة بالرفض، عودته في قبل 10 يناير، عدم تسليم نفسه فور عودته. قال لي هو غاب 3 شهور خارج البلاد، قعد داخل البلاد 10 شهور، قعد داخل البلاد 10 شهور ماشي. قال لي كل المستندات دي صعب. تاني حاجة ان كل هذه المستندات تم تسليمها ووضعها في ملف القضية في النيابة العسكرية، ويمكن لأي طرف إن هو يشوف أي حاجة أو يطلع على أي حاجة. قال لي المحاكمة موجودة وورقها موجود على واقعة التغيب، على واقعة التغيب عن الوحدة العسكرية، بتضم كافة كل شيء، بتضم كل شيء. طيب إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه اللي ممكن يجرى؟ أنا عملت لك، قلت لك دلوقتي برضو كان سؤال ناس يقول لك طب ما تقبضش عليه في المطار، قلت لك إن السبب فيها أن تأشيرة الأمانة العامة للقوات المسلحة يرفض، اللي هو طلب تصريح السفر من القوات المسلحة من التجنيد اللي انتهى يوم 10 أكتوبر 22 مع متابعة وصوله واتخاذ الإجراءات القانونية حياله لعدم تكرار ذلك مستقبلا. قلت لك أن التجنيد بدأ خلال وجوده في النادي المصري وكان معاه الكابتن عبد الظاهر السقا متواجد في النادي المصري. هرد على أي سؤال لحضراتكم في هذا الملف اللي أنا اجتهدت فيه. أتمنى إن أصبت فلي أجران، وإن أخطأت فلي أجر، لأن أنا بحاول أجيب حاجة في غرف مغلقة لم يسع أي برنامج تلفزيوني أو أي موقع لنشر تفاصيل عن مجريات التحقيقات اللي جوه. أنا جبتها لك والأيام هتأجب بيننا وبين بعض على إيه ده صح ولا ده غلط في المرحلة المقبلة، لكن التحقيقات تجري على قدم وساق داخل وزارة الشباب والرياضة، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في الأسبوع المقبل. هات من الآخر، حضرتك بتدافع عن مين؟ خالد سيد، انت شفتيه دافعت عن حد؟ أنا لا أدافع عن أحد ولا أتهم أحد، لا أدافع ولا أتهم، أنا بنقلك اللي بيحصل وبقولك مفيش قرار منع من السفر لهذا الثلاث أحمد دياب وليد دعب الشبير وزيدك من الشعر. بيت شبير ما كانش موجود في النادي، مشي من النادي في أغسطس 22 رسمي على الورق ومشي بعد 6 شهور. أدافع عن مين؟ ودافع ليه؟ ايه مصلحتي ان انا دافع؟ انا قاعد في البيت يا بيه، محدش له فضل عليا غير ربنا سبحانه وتعالى والجمهور اللي بيتفرج عليا، ولا يلزمني بشر على الارض كله، ما يلزمنيش غير ربنا وسيدنا النبي. انا بقول لك على حاجات من بق مصدر مسؤول في الوزاره، معني بالامور ومعني بالتفاصيل. ايه ده؟ اسمه اجتهاد اعلامي، سبق صحفي، انفراد صحفي. ايه اللي هيحصل وقت ما تطلع للنتائج يا استاذنا؟ هو ده ساعتها يبقى الكلام. طيب هل الناس دي تم منعها من السفر؟ قلت لك المنع من السفر بيكون بقرار من النيابة العامة، من النيابة العامة ومن معالي النائب العام. الموضوع لسه تحقيقات في الوزارة لم يحل إلى النيابة العامة، بنوضح حقائق وبنتصدى لشائعات عشان لما يجي قرار منع أو قرار إحالة يبقى احنا للنيابة العامة، يبقى احنا بنقول الصح.
اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. حسام الشيخ، شوبير هو اللي هيشيلها لأنه مش محبوب ومش مسنود. طب شوبير يشيلها ليه وهو بره النيل؟ يعني كلام حضرتك، شوبير يشيلها ليه وهو بره النيل؟ شوبير إيه علاقته؟ وليه ما يشيلهاش وكيله اللي هو أمين عليه، اللي هو واحد من أهم ثلاث وكلاء لاعبين في مصر، تامر النحاس، نادر شوقي، محمد شيح، دول أهم ثلاث وكلاء لاعبين في مصر وأكبر ثلاث وكلاء لاعبين في مصر، ومر بمثل هذه الحالات عشرات المرات. وأنا ممكن أسألك سؤال، هو مش كل اللعيبة اللي في الدوري المصري ما بين ال 30 وال 35 سن التجنيد كان زمان لحد 30 ماشي، مش كل دول بيجيبوا تصريح سفر؟ طب مش عاوز اتكلم على لعيبه في الاهلي ايه اللي حصل لهم، بلاش يا عم. قلت لك عمرو جمال تم التراجع عن اعارته لنادي الصفاقسي التونسي ورجع الفلوس، ولا مش فاكر النجم الساحلي وراح على التجنيد. انا بقول لك حاجات من جوه هتبان لك في الايام اللي جايه، دي شغلتي ان انا اجتهد واجيب لك معلومه. كله قلبها ان انا بدافع عن شوبير، يعني كل الناس الزملكاويه شايفين ان انا بدافع عن شوبير. عوض المصري، انت راجل محترم، ربنا يحفظك، الله يخليك. الدور عليك يا ابو المعاطي، محمود تيب. طب الدور عليا في ايه؟ اما انا قاعد في البيت، هتاخدوا الكنبه يا ولا يا ولا، عايزين تاخدوا الكنبه يا ولا، الدور عليا في ايه يا ابني؟ لو في اشرف واحد في هذا الاعلام المصري والعبد الضعيف اللي قدامي، وارجل واحد في الاعلام المصري والعبد الضعيف اللي قدامي، والله ما لا فخر. وقفنا ضد الغلط سنوات ودفعنا الفاتورة من دمنا وأعصابنا وصحتنا وعافيتنا، إحنا وعيلتنا والبيت كله والعيلة كلها. هتيجي تقول الدور عليا، الدور عليا في إيه؟ هو شوبير أصلا كان عمل إيه أصلا؟ خالف المعايير المهنية، ده قرار المتحدة للإعلام، حقهم هم اللي بيديروا حقهم. لكن أنا يا ابني مش شغال في المتحدة للإعلام، ومش شغال عند حد، أنا شغال عند حضرتك اللي بتتفرج عليا بس كده. فالدور عليا في إيه يا ابني؟ كلمة الحق احنا متعودينها منك، ربنا يحفظك، ألف شكر مختار الفئ. أنا أهلاوي على فكرة، فوق راسي يعني. إذا كان هربان من التجنيد إزاي كان بيلعب كده في مدر؟ سمير المستهتولي، أتمنى أكون بقول الاسم صح يا أستاذ، أو اكتب لي الاسم صح. أول حاجة يا أستاذنا، في لعيبة كتير جدا مجندة وبتلعب في فرق، مش في مودرن بس، في الاهلي في لعيبه مجند، في بيراميدز في لعيبه مجند. اقول لك اشهر اثنين مجندين في بيراميدز، مصطفى فتحي ومهند لاشين، ماشي. وفي لعيبه اخرين مجندين، وفي لعيبه سبق للشرطه العسكريه انها قبضت عليهم من الملعب، كانوا متهربين من التجنيد من التمرين في بعض الفرق الرياضيه. وفي لعيبه تغيبت ها وتم واتحكمت واتحبست وخرجت ولعبت وعادي خالص. هو لعيب الكرة ده أحسن مني ولا منك؟ بيقضي خدمته العسكرية عادي زي أي بشر، زي أي بشر. في قانون عسكري لا يمكن تخطيه اسمها الخدمة الإلزامية، فاهمني؟ فما فيش حاجة اسمها حد فوق التجنيد ولا حد فوق القانون. طب تسألني بقول لك لعيب الكرة إيه يعني ياخد ميزة عنك ليه؟ ليه ما ياخدش الميزة الدكتور اللي بيعالج الناس ومدة دراسته أطول؟ ليه ما ياخدش الميزة السيد وكيل النيابة اللي بيرسل عدل والقانون، أو السيد المستشار القاضي؟ ليه ما ياخدش الميزة الصيدلي؟ ليه ما ياخدش الميزة الإعلامي؟ ليه ما ياخدش الميزة الراجل خريج فنون تطبيقية وفنون جميلة، اللي خريج علوم؟ ليه الدرعمي الأزهري؟ ليه دول ما ياخدوش هم الميزة؟ ليه الميزة اللي ياخدها وما يقضيش خدمة؟ كل الناس بتقضي خدمات. طب انت شخص محترم جدا ايمن محمد، ده من اصلك الطيب، ليه صفروه على الامارات من الاول؟ شاهين بص، ليه صفروه الامارات؟ من الواضح ان هو كان عاوز، والنادي وافق له، والنادي عوضه باتنين لعيبه قلت لك عليهم، هم لعيب من المحله اللي هو هشام عادل وعبد الكبير الوادي من سموح. وبعدين كان في مليون دولار في 3 اشهر، لانك انت خلاص اختلفت مع المدير الفني والنادي عاوز يشيلك عشان يجيب واحد اجنبي، صرف لك باقي مستحقات. انا بقول لك ايه اللي بيحصل، انا بقول لك ايه اللي بيحصل في التحقيقات، وهنستنى نشوف التحقيقات فيها ايه.
وهنستنى نشوف انت يعني ايه اللي يحصل فيه. اهو هاني علي هلال يا جماعه، اللاعبين لهم فتره تجنيد الزاميه زي باقي البشر. الله يكرمك، الله يبارك فيك. ده الطبيعي، ده الطبيعي، ده الطبيعي. دمتم في امان الله. اجبت عن اسئله الناس اللي سالوني في اللايف اللي قبل كده حوالين موضوع التجنيد. هنشوف ماذا سيحدث في الايام المقبله باذن الله تعالى، وهنبقى مع بعض هنا وننتظر ونتابع ونترقب قرار لجنه التحقيقات في وزاره الشباب والرياضه الخاصه بهذا الامر. هذا الامر لا يجب ان يخرج عن اهتمام الاعلام المصري، يجب ان يظل في بؤره اهتمام الاعلام المصري، خاصه الفضائيات الكبرى والمواقع الكبرى والاعلاميين الكبار وبرامج التوك شو، بحثا عن الحقيقه، بحثا عن الحقيقه. ولو في حد مخالف يتم احالته النيابه العامه. مفيش حد فوق القانون، مفيش حد فوق القانون. ودي قضيه سنظل نتابعها عن كثب. دمتم في امان الله. السلام عليكم. حبيب قلبي، حبيب قلبي، يحفظك ربنا ويرضى عنك، يحفظك ربنا.